السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه هي التغطية الخاصة التي سنخصصها لمتابعة تطورات المشهد بعد دعوة الإطار التنسيقي أنصاره للتظاهر مقابل مواصلة أنصار التيار الصدري اعتصامهم في البرلمان. وسيكون معنا خلال هذه التغطية ضيفنا هنا في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي العراقي الأستاذ نوري حمدان. أهلا بك معنا أستاذ نوري. شكرا أهلا بكم، حياكم الله. كما سينضم إلينا لاحقا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. أبتدأ معك أستاذ نوري، يعني بحسب مصادر صحفية فهناك اشتباكات بين أنصار المالكي والإطار التنسيقي مع القوات الأمنية قرب المنطقة الخضراء. هل هناك تحول من القوات الأمنية التي مررت حقيقة أنصار الصدر إلى المنطقة الخضراء أول أمس برأيك؟ نعم، بداية شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة اليوم هذه التظاهرة التي دعا لها الإطار التنسيقي هي تعكس واقع كنا نتحدث عنه باستمرار، تحييد القوات الأمنية، أن لا تنتمي القوات الأمنية إلى أي جهة سياسية، أن تكون محايدة، أن تكون للعراق، أن تكون بعيدة عن التحزبية والانتماءات الثانوية. بالتالي اليوم من سعى لتسييس هذه المؤسسات، لإضعاف هذه المؤسسات، لعدم قدرة هذه المؤسسات من مسك زمام الأمور في إدارة الملف الأمني، هو بمس الحاجة إليها. اليوم الصراع ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في هذه التظاهرات بحاجة إلى قوة أمنية محايدة تكون في منتصف الطريق ما بين المتظاهرين، بالتالي منع المتظاهرين من كلا الطرفين من الاصطدام. فهذا النقطة التي هم فقدوها والتي هم أفقدوا البلد، هذه الميزة المهمة جدا عند القوات الأمنية للحفاظ على أمن البلد والوقوف بمسافة واحدة أمام كل القوى السياسية في داخل البلد. اليوم هم بأمس الحاجة، واليوم هم طبعا من يصطنع الاشتباك مع القوات الأمنية، هم من بحق بصراحة أنه القوات الأمنية اليوم المستقلة منها أو المحايد منها ولا يتمكن من مواجهة الإطار التنسيقي أو مواجهة التيار الصدري، بالتالي هو مضطر أن يقف بهذا الموقع. والاصطدام الذي ممكن أن يحدث هو يحدث مصطدع من قبل الطرفين، الطرفين اليوم يدعون إلى عدم المساس بالقوات الأمنية، عدم الاحتكاك بالقوات الأمنية، عدم المصادمة مع القوات الأمنية، ولكن تحدث هذه الاصطدامات وتحدث هذه يعني المواجهات ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية بسبب بعض الانفلاتات قد تكون مصطنعة وقد تكون غير مصطنعة، يعني هي حدثت كما هي ولكن في بعض الأحيان ممكن أن تكون مدبر لها أن تحدث حتى يتم تصعيد في الأمر. ولكن من خلال التصريحات الرسمية لقادة الطرفين هم يدعون إلى عدم المواجهة مع القوات الأمنية، ووضعوا حدا وكأنه فاصلا ما بين المتظاهرين من كلا الطرفين إذا كان متظاهري التيار الصدري أو متظاهري الإطار التنسيقي. أيضا في هذا المحور لابد من الإشارة إلى قضية كلش مهمة تخص الإطار التنسيقي قبل التيار الصدري. لجوء الإطار التنسيقي لهذه المظاهرة، طبعا هو قبل يومين كان المفروض يظاهرون ولكن أجلوه، لجوء الإطار التنسيقي إلى هذه المظاهرة هو يعكس فقدان السيطرة، فقدان الإطار التنسيقي السيطرة على الأداء الحكومي. اليوم ما عنده هو القدرة في إدارة الملف من قبل المنظومة الحكومية، يعني الوضع ممكن وصفه بأنه الوضع في العراق الآن منفلت
خاصة أن جلسات البرلمان علقت و... لا هسه الآن هذا سياسيا هو شوف هنا الإطار التنسيقي اليوم فقد إدارته أو فقد قدرته على إدارة الدولة من خلال، لأن احنا نعرف هو من اللي يدير الدولة، يدير الدولة خلال من 2003 لحد اليوم هي القوى الفعلية اللي موجودة في الإطار التنسيقي مع التيار الصدري، ولكن اليوم فقد تماما، يعني هذه المظاهرة تعكس أنه فقد القدرة الحقيقية لمسك يعني إدارة الدولة من قبل الإطار التنسيقي، وكذلك فقد قدرته السياسية في التأثير. اليوم الإطار التنسيقي وطنيا غير مؤثر على القوى السياسية، الإطار التنسيقي غير مؤثر إقليميا على القوى والإرادة الدولية حتى الدولية في مساعدة العراق بخروجها من هذه الأزمة. لا يوجد اليوم، يعني الإطار التنسيقي اليوم هو متهم بالفشل، متهم بعدم إدارته للبلد بطريقة وطنية، أدار البلد بطريقة طائفية، انتشر الفساد، انهار الأمن، لم تحيد القوات الأمنية ولم تسلح بطريقة صحيحة ولم تؤهل ولم تطور قدراتها على وفق المعيار الوطني للحفاظ على أمن الدولة. كل هذه لم يقدم خدمات. كل هذه من 2003 لحد اليوم يتحمل مسؤوليتها القوى المنضوية الآن في الإطار التنسيقي. ما كان موجود الإطار التنسيقي، حتى لا يجي واحد يقول لي بعدين أنت جاي تتهم الإطار التنسيقي بهذا الفشل وهو لم يكن موجودا قبل 2019 مثلا. ولكن الإطار التنسيقي هو نتاج الرفض الشعبي والرفض السياسي من قبل القوى الوطنية والإقليمية للكتل أو للقوى الموجودة في التي دارت البلد من 2003 إلى اليوم، قد تجمعوا في الإطار التنسيقي محاولة منهم للملمة ما تم هدره من قدرات حقيقية في إدارة البلد ووصول الوضع إلى ما هو عليه. اليوم الإطار التنسيقي هو بأسوأ حالاته، الإطار التنسيقي هو بأضعف وضع ما يمكن في 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 هذه الظروف، وهو أمامه خيار واحد حقيقة، هو يجب أن يخضع إلى، وهو الآن هو الذي يرجو وهو الذي يسعى وهو الذي يبادر مباشرة بالقبول على طاولة المفاوضات، ولكن عليه أن يقدم التنازلات لصالح الوطن، وعليه أن يعترف بهذه الأخطاء حتى يتمكن من الخروج من هذه الأزمة. يجب أن يعود الوطن إلى أهله. هم بالرغم من كل هذا الضعف هم اليوم غير داركين بأنه التغيير حتمي، التغيير حتمي لا محال. يعني لا يمكن بقاء العراق بإدارة قوى سياسية ضمن المحاصصة الطائفية في معايير طائفية متمترسة بأحزاب محددة استشرت الفساد والعنجهية والظلم لعموم الشعب. نعم، أنتقل هنا إلى ضيفي عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر الناي. الأستاذ عبد القادر، يعني كيف ترى أو كيف سيرى بالأصح أنصار الإطار التنسيقي تعامل القوات الأمنية معهم بعد أن اتهموا الكاظمي بالتواطؤ يوم الأربعاء الماضي؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام وضيفك العزيز. معلوم تماما أنه هناك يعني قضية لا تخفى على الجميع، أن القوات الحكومية هي منقسمة ما بين تشكيلات تابعة للتيار الصدري وأخرى للإطار، ولذلك لا توجد لدينا قوات أمنية مستقلة حتى يتم أن هذه القوات يمكن أن تتحكم بها إرادة عراقية وبالتالي تفضي إلى اتهامات الكاظمي وغيره. ثانيا، معلوم تماما أن الكاظمي ليس مستقلا، الكاظمي منحاز للتيار الصدري لأن الإطار التنسيقي وميليشياته يسعون إلى إنهائه بالكامل. وهنا حقيقة أستعيد بالذاكرة لكم وللمشاهد الكريم يوم أن قصفت ميليشيات الإطار منزل الكاظمي وأرادت قتله داخل المنطقة الخضراء. لذلك العلاقة صفرية، ولذلك التعامل هنا يختلف بالتأكيد اختلافا شاسعا ما بين التعاون مع متظاهري التيار الصدري الذين يريدون تجديد ولاية ثانية ويدعمون الكاظمي وبالتالي يقروا له ميزانية الأمن الغذائي، وما بين الإطار والمالكي الذي يسعى إلى عمليات كثيرة
منها إزاحة الكاظمي ربما اعتقاله، وكذلك إخراج جميع المنظومات التي عينها الكاظمي، فهم يمتلكون مشروعا إلغائيا إقصائيا. لذلك هذا التشاكس حقيقة فيما بين أطراف العملية السياسية حله واضح تماما بأن القوات الأمنية أو الحكومية التي استهدفت الإطار التنسيقي ذاك، لأن الجزء الذي يقودها هو ميوله إلى التيار الصدري، لأننا لا نمتلك أي مؤشر على وجود قوات مهنية في العراق ذات طابع وطني. بالعكس، منظومة الجيش ومنظومة القوات الأمنية بنيت بقرار بول بريمر سيء الصيت على طرفي الميليشيات، وهؤلاء الميليشيات من أسسها. لكن لابد أن نقرأ بقضية مهمة تماما على أنه ما حدث اليوم من تظاهرات للإطار التنسيقي وميليشياته يؤكد حقيقتين أساسيتين. الحقيقة الأولى أنهم لا يمتلكون جمهورا كبيرا يمكن أن يخرج معهم مساندتهم، وبالتالي التظاهرات عكست ضعف الميليشيات الإطار التنسيقي ومن خلفهم المالكي على أنهم لا يمتلكون قاعدة جماهيرية تستطيعون من خلالها مناكفة والاستمرار مع ما جرى من وجود قاعدة جماهيرية للتيار الصدري الذي استطاع أن يدخل داخل البرلمان وهو الآن يستحوذ بقرارات جديدة، وبالتالي ربما سنشهد تطورات أخرى. ثانيا، ما جرى أيضا يؤكد من تظاهرات الإطار التنسيقي أن هناك انقساما وانفضاضا كبيرا داخل الإطار التنسيقي، وأن هناك حقيقة انقسام حاد وشديد، لأنه زعيم ميليشيات بدر هادي العامري لم يؤيد التظاهرات ودعا إلى عدم الخروج، بينما المالكي والقرار الذي بيده في الإطار التنسيقي أخرج أن التظاهرات. وبالتالي يؤكد تماما على أنه من يتظاهرون الآن هم موظفون أجبروا على التظاهرات أو بقطع رواتبهم أو من الميليشيات التابعة للأسماء الموجودة كالعصائب وغيرها المنضوية تحت الإطار التنسيقي وبأمرة المالكي. لذلك هؤلاء أيضا كانت لديهم مشاريع داخل اقتحام الخضراء من خلال الذهاب إلى منزل الكاظمي، وهناك معلومات على أنه عملية تصفية أو اعتقال من قبل ميليشيات الحشد الشعبي للكاظمي، وبالتالي الأوضاع نعم تتطور، وهذا التطور ربما ينعكس إيجابا على الشارع العراقي وعلى الشعب العراقي، لأن هؤلاء الأطراف السياسية مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تدمير القضية العراقية والبلد العراقي. فضلا هنا فقط أنبه على قضية مهمة، يعني بعض من ينصح الإطار التنسيقي بالتنازل من أجل الوطن، هؤلاء جرثومة سرطانية أصابت العراق، فلا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءا من التنازل أو جزءا من عملية أنهم يبحثون عن مصلحة الوطن، لأنهم أصحاب مشاريع خارجية ولأنهم ارتموا بأعضاء دول إقليمية ومنها إيران، وبالتالي هم ينفذون أجندات على تدمير الشعب العراقي وليس لديهم أي أجندات وطنية. فلذلك حقيقة هؤلاء جرثومة، يعني خلاص العراقيين بزوالهم، وهؤلاء حقيقة يعني في أي مرحلة قادمة هم سينهارون، لأنهم عبارة عن تجمع عشوائي، المال والسلطة منحهم وجودهم، والدعم الإقليمي والاحتلالي هو الذي جعلهم موجودين على الساحة العراقية في القرار السيادي. نعم أستاذ نوري، هتافات المتظاهرين من أنصار الإطار التنسيقي باسم المالكي وضد مقتدى الصدر، هل يمثل المتظاهرون بهذه الهتافات الإطار التنسيقي أم المالكي؟ لا، هو شوف، أولا يعني المتظاهرين هنا، يعني تحياتي أيضا لضيفك، أشار إلى أنه حتى الانقسام اللي موجود في الإطار التنسيقي هو بين متباين، وهادي العامري يعني ليس كليا مع حاليا، يعني يبدو وكأنه في موقف لا يحسد عليه، ولكن الهتافات التي تخرج هي بالرغم من أنه التوجيهات التي تم الإعلان عنها من قبل الإطار التنسيقي على اعتبار أنه الإطار التنسيقي خارج لحماية الدولة الدستورية أو حماية الدولة الفيدرالية أو كذلك ماكو من هذا العبارات، وحماية الدستور والمؤسسات وإعادة الهيبة وهذا الذي تحدثوا عنه، لكن الحقيقة ترى من خلال التصريحات ومن خلال ما حدث في الشارع في أثناء التظاهرات، المتظاهرين الموجودين هم أتباع لعصابة الحق وأتباع لدولة القانون، يعني حتى وإن طلب من عندهم أنه لا يهتفوا للمالكي أو لا يهتفوا لقيس الخزعلي ولكنهم هتفوا بذلك،
وقد يرتكبون أخطاء أكثر خلال الساعة المقبلة، لأنه يعني الحقيقة هم الآن، أنا تحدثت، هم الآن في أضعف أحوالهم، هذا لا يعني أنهم عفوا ستكون ردود أفعالهم قليلة أو بسيطة، بالعكس قد هذه تسبب إشكالية نفسية عندهم لديهم، بالتالي يخرجون بتصرفات أو بردود فعل قد يكون متهور جدا، صحيح ينعكس عليهم أكثر ولكنه مضر للآخرين. وهذا أيضا هذا الهتاف يعكس هو الخلاف الأصلي، هو خلافات شخصية وليست خلافات وفق المعايير الوطنية. هم لا يختلفوا على برنامج يعني، ولا يختلفون على أهداف من أجل مصلحة وطنية عليا، هم يختلفون على من يتمكن من السلطة، من يدير السلطة، من يثبت أو يعني يسعى ل يعني تمشية، خلينا نسميه إدارة الدولة وفق مزاجه الخاص بإدارته الخاصة. هذا الخلاف الحقيقي، ولا ما عندهم برامج يعني. احنا لحد اليوم يعني عفوا يوم أمس تحديدا فقط خرجت تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتعكس حتى حلفاء مقتدى الصدر أو أتباع زعيم التيار الصدري، هم تحدثوا بأن هذه التغريدة بمثابة بيان انقلابي أو بيان رقم واحد، هم يسمونه للثورة وآخرين يسمونه انقلابي، لأنه يعكس التغيير الجذري. لأول مرة يتحدث عن التغيير الجذري، والتغيير الجذري في تغيير الدستور، عفوا في تغيير المؤسسات الحكومية، وهذا أيضا موضع خلاف يعني مباشرة يعني القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشير زيباري تحدث عن آليات في تغيير الدستور، وهم الإطار التنسيق أيضا ردوا قالوا أنه لا يوجد مانع في تغيير الدستور أو ما شابه أو المؤسسات إلا وفق الآليات الدستورية، لأنه هذه مصالح عامة هم وضعوها في الدستور. فالحديث عن تغيير الدستور بمعنى أنه أنت تتقاطع مع كل القوى السياسية اللي منضوية في العملية السياسية، الحديث عن تعديل الدستور أنت تهدد مصالح الجميع. طبعا إن كانت النوايا صادقة، إن كانت النوايا صادقة في تعديل الدستور، هي المصالح هنا لم تتأثر فقط عند الإطار التنسيقي والقوى السياسية الكردستانية، لا، حتى القوى السياسية السنية وكذلك الإطار التيار الصدري، الجميع راح يتأثرون والجميع راح يفقدون ما يعني ميزات خاصة وضعوها لأنفسهم في الدستور. فالدستور تغييره الحقيقي هو لمصلحة الشعب وليس لمصلحة أي قوى سياسية، ولكن من يغير الدستور وكيف يكتب، هذا المشكلة الحقيقية. إذا أعيدت صياغة وكتابة الدستور بنفس الآليات التي كتب الدستور عليها أو بنفس هذه القوى المتواجدة حاليا اليوم يكتب الدستور، فماكو نتيجة، نتيجة واحدة، راح يكتب دستور قد يكون أسوأ من ما موجود. فهي إشكالية حقيقية يعني. نعم، إذن مشاهدينا وقبل مواصلة الحوار ضمن تغطيتنا نتابع معا هذا تقرير لأنصار التيار الصدري المعتصمين داخل مبنى البرلمان ورفضهم لمرشحي الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة والعملية السياسية والتبعية والارتهان للخارج. يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح في مبنى البرلمان وحراكهم الرافضة لمرشحي الإطار التنسيقي الذي يتهمونه بالتبعية لإيران. ما يصير أخوي، إحنا بالنسبة لنا يقول لك المجرب لا يجرب، هسا أنت تيجي تسوي لنا محمد الشاه السوداني يعني علينا رئيس وزراء، هو تسوانا صار لأكثر من 4 حكومات هو بيها كل شيء بسوانا، آخر شيء صار وزير للصناعة ولا مصنع مفتوح والشباب كلها بالشارع ما عدا تعيين، إذن هذا إذا صار رئيس وزراء ايش راح يسوي لنا؟ أنصار التيار الصدري عبروا كذلك عن رفضهم للعملية السياسية التي أوصلت العراق إلى أسوأ المراتب في جميع مناحي الحياة. احنا نعيش بأسوأ حالاتنا بالعراق، بلد الحضارات، أسوأ حالاتنا نعيش بالعراق، لأنه لا خدمات ولا صحة ولا تأمين صحي ولا عيش كريم، وأبسط
وأبسط مقومات العيش الإنساني ما موجودة عندنا بالعراق من 2003 إلى حد الآن. لا كهرباء، لا ماي، لا خدمات، لا حقوق الشعب، لا تعيينات، كل شيء ماكو، أي حقوق ماكو. سرقتوا حقوقنا، سرقتوا أموالنا، تهددون، تقتلون بالشعب، بالمظاهرين، إلى متى؟ ما كان في عهد، ما استحيتوا، مو عيب عليكم، ما عدكم كرامة، ما عدكم شرف. وأكد المعتصمون أن تدخل دول الجوار والخارج بشؤون العراق منذ سنوات طويلة بات أمرا مرفوضا، وأنه آن الأوان للتخلص من التبعية والارتهان للخارج. إيران من 2003 هي بلدنا، هي إيران يا دولة اللي خلت إيدها بيه ومشت عدل. اليمن تعبتها، سوريا، العراق طحين، سلمتها طحين. زين كفوينا شرج يا إيران، كفوينا شرج. سامين الله ومحمد وعلي عليكم، كفونا شركم، كافي ملينا، صار لنا 20 سنة تعبنا. وفي الوقت الذي يواصل فيه أنصار الصدر الاعتصام في البرلمان، يزداد التوتر بين أطراف العملية السياسية، وتثار أسئلة كثيرة أبرزها: إلى أين يمضي صراع شركاء العملية السياسية، وكيف سيكون المخرج المتأزم حاليا؟ السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا مشاهدينا. وننتقل أو قبل الانتقال إلى ضيوفنا ومتابعة تغطيتنا المستمرة والمباشرة، نتابع الآن صورا مباشرة من داخل المنطقة الخضراء لاستمرار توافد أتباع وأنصار تيار الصدر إلى هذه المنطقة استجابة لزعيم التيار مقتدى الصدر. إذن هذه لقطات مباشرة من داخل المنطقة الخضراء. أنتقل هنا إلى الأستاذ عبد القادر النايل. الأستاذ عبد القادر، يعني أنصار الإطار التنسيقي بدأوا يجتازون الحواجز الأمنية ويقتربون فعليا من البرلمان. السؤال هنا، هل يعني هذا ما تحدث به قادة الإطار التنسيقي من أنهم سلميون؟ يعني بالمطلق هو القضية لا تتعلق باجتيازهم أو وصولهم إلى هذه المرحلة، لأنهم أولا هم من داخل المنطقة الخضراء وبالتالي من السهولة الوصول إلى هناك. ثانيا هذه القضية تتعلق بأنه هل لديهم مشروعا لتنفيذ عمليات اغتيالات بحق المتظاهرين داخل البرلمان من خلال كثير من الوسائل التي يتاح ويتهم بها غيرهم. إذا نحن أمام سيناريوهات ربما متعجلة وسريعة ستحدث داخل المنطقة الخضراء، لذلك حقيقة الأوضاع هي تتجه باتجاه التصعيد، ولا سيما إذا ما نظرنا ببيان الخارجية الإيرانية كان واضحا وصريحا بأنه لن يدخل كثيرا بين الأطراف باعتبار أن الأطراف كلها قريبة عليه. وثانيا يبدو أنه من خلال بعض التحليل لبيان الخارجية الإيرانية يؤكد تماما على أنهم يريدون أيضا هذا الترهل الموجود بالكم الهائل من القيادات الموالية لهم أن يتم حصرها باتجاه جهة واحدة، أو تقليل هذه الجهات الكثيرة التي أصبحت مطالبها عبء على إيران. لذلك حقيقة ربما هذا القرب من البرلمان والاشتباك مع أنصار التيار الصدري داخل البرلمان، وهذا ما يريده حقيقة المالكي والإطار من أجل أن لا يكون هناك أي ردة فعل من التيار الصدري باتجاه منازل المالكي الموجودة في المنطقة الخضراء، وبالتالي أقل تقدير إبقائهم داخل البرلمان. إذا ما حصل احتكاك فإننا هذه القضية ستنذر باتجاه تصعيد مسلح من نوع آخر، لأنه معلوماتنا الدقيقة تؤكد على أنه سرايا السلام، ميليشيات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري منتشرة على جزء السنت وعلى مداخل مهمة وبنايات مهمة داخل المنطقة الخضراء. إذا نحن أمام سيناريوهات مفتوحة، هي الساعات القادمة والأيام القادمة ستفرزها بشكل واضح تماما، لكن ما تشير إليه هذه التحركات على أن التصعيد هو سيد الموقف، وبالتالي أيضا حتى لا تتسع دائرة التظاهرات ولا تتسع دائرة الوصول إلى أعداد كبيرة داخل البرلمان، الإطار التنسيقي وميليشياته دفعوا بموظفيهم ومجنديهم من الميليشيات للاقتراب من البرلمان، حتى إذا حدثت هناك فوضى لا يتم من خلالها فتح ساحة الاحتفالات
كما هو مخطط له من التيار الصدري في قادم الأيام، وربما ستنقل صلاة الجمعة في داخل ساحة الاحتفالات في الجمعة القادمة. هم يريدون تطويق هذه القضايا مقدما، وبالتالي إذا ما حدثت اشتباكات سينكفئ الناس من الوصول إلى داخل المنطقة الخضراء والتداخل والتظاهر في داخلها. إذن ما يحدث الآن من عمليات توجيه هذه الميليشيات، ميليشيات الإطار بالتوجه إلى البرلمان واجتياز الحواجز، هو حقيقة حتى لا تستقبل المنطقة الخضراء أعداد كبيرة من المتظاهرين، لأن ربما هناك معلومات تشير على أنه ليس فقط من أنصار التيار الصدري من سيذهب إلى هذه المنطقة، وبالتالي هم يتخوفون من وجود أعداد تصل إلى المليونية، ولا سيما أن المنطقة الخضراء فيها منازل وفيها كثير من الأمور التي يمكن أن تدعم صمود بقاء المتظاهرين، سواء من خلال توفير الغذاء أو الماء أو المساكن أو آليات العمل في نصف القيام. لذلك هم يتحسبون بهذه الخطوة أن لا تتسع المتظاهرات إلى ساحة الاحتفالات، وأن يقطع الطريق إقامة صلاة جمعة في ساحة الاحتفالات. لكن في المقابل بالتأكيد هناك خطوات تصعيدية من التيار الصدري ضد هذا التحرك وضد هذا الاقتراب من البرلمان. نعم أستاذ نوري، يعني مقتدى الصدر يطالب كما تعلم هادي العامري بالخروج من الإطار التنسيقي للبدء في حوار. هل بدأ مقتدى الصدر يلعب على قضية تفتيت الإطار التنسيقي عبر إخراج قياداته من داخله؟ نعم، شوفوا هذا بمحورين، يعني لكل الطرف له قد يكون هدفين أو احتمالين، الأول أو الثاني. التيار الصدري يسعى أكيد يسعى إلى تفكيك الإطار التنسيقي، وهو تحدث ليس يعني بجديد، هذا المطلب مالته قديم، دائما يطالب انه هو يتحالف او يتحاور مع الإطار ليس مع كل القوى في الإطار التنسيقي، مع اجزاء من الإطار التنسيقي. حتى التحالف الصدري العامري في اختيار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كان شرط التيار الصدري، او كان شرط زعيم التيار الصدري، بانه التعامل مع تحالف الفتح وحلفائه من خلال الهادي العامري فقط. فقد يكون هذا هو هذا سبب انه هو تفكيك، وهادي العامري هو قد يكون الاقرب او ثقه عند التيار الصدري، او قد يرسل التيار الصدري وزعيم التيار الصدري رسائل تطمين لإيران بأنه لا، سوف لا نقطع الخيط معكم تماما، سوف لا نقطع العلاقات معكم تماما، قد يمكن التواصل معكم من خلال هادي العامري أو من خلال يعني تحالف الفتح اللي يقود بشرط خروجه من الإطار. بشرط خروجه من الإطار. هذا 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 احتمالين. احتمالين أخرى من صالح أو من جانب الإطار التنسيقي، هو الأول أنه هادي العامري قد يشعر أنه فعلا الموضوع حسم، والإطار التنسيقي لا يمكن صموده أمام مثل هكذا انسداد سياسي وتوتر شعبي وتوتر أمني ومواجهة بشكل مباشر مع التيار الصدري بهذا المعيار، فلا بد من منفذ وخروج من هذا الإطار. وهذا الخروج أنا لا ما أعتقد هذا الخروج هو خروج قطعي، ولكن قد يكون هذا خروج تكتيكي للحل أو لتقديم يعني أقل الخسائر من الجانب الإطار التنسيقي، وهو هذا المحتمل الثاني، أنه الإطار التنسيقي قد يكون متفقين على ذلك، يقول لك إحنا بدال ما نخسر كل شيء نخلي ناس، يعني نخلي جهة هي في المواجهة والجهة الأخرى هي قد تكون في جانب المحاورة والمباغتة وحتى إعادة العجلة من جديد. يعني الاستمرار المواجهة بهذه الطريقة المتصلبة هي خسارة حتمية للإطار التنسيقي، ولكن عندما يضعون أبواب ممكن المرور من عندها قد تعيد تدريجياً أو تحافظ على مواقعهم ومكتسباتهم بشكل نسبي في المؤسسات الدولة. ما هذا المعيار؟ ولا أكثر من ذلك ما أعتقد هو يكون يعني.
نعم أستاذ عبد القادر النايل، يعني أعود وأسألك نفس السؤال لأرى رأيك في هذا الموضوع. مقتدى الصدر يطالب كما تعلم هادي العامري بالخروج من الإطار التنسيقي للبدء بالحوار. هل بدأ مقتدى الصدر يلعب على قضية يعني تفتيت أو تفتيت الإطار التنسيقي عبر إخراج قياداته من داخله أم ماذا؟ هل تتفق مع الأستاذ نوري لما ذهب إليه؟ أشار الأستاذ نور إلى محطات مهمة في قراءة خروج أو التلويح لهادي العامري بخروجه من الإطار، لكن حقيقة لابد أن نشير إلى قضايا أساسية في هذا الموضوع. في بداية تشكيل التحالف الثلاثي بقيادة الصدر لإنتاج حكومة الأغلبية الانتخابية، هو طالب أيضا وسعى مقتدى الصدر لتفكيك الإطار التنسيقي، وقال لهم أريد 50 نائبا، وطلب من هادي العامري أن يخرج من الإطار ويلتحق بهم، وفاوضه واستقبله في النجف وطرح عليه حتى أن يدعمه ليكون رئيسا للوزراء. وبالتالي كانت هناك عمليات ربط من قبل المالك للإطار التنسيقي من خلال الملفات التي يمسكها عليهم. ولذلك هنا أعيد بالذاكرة أيضا إلى أن تصدع الإطار التنسيقي ليس الآن، هذا التصدع بدأ من خلال ترشح هادي العامري لأن يكون رئيسا للوزراء من خلال الإطار التنسيقي، واعترض عليه المالكي وهدده بملفات ضخمة يمكن أن تطيح به من خلالها الأسماء الوهمية لميليشيات بدر الذي تبلغ بالعشرة يعني عشرات الآلاف، أو بالجرائم التي ارتكبها هادي العامري. وبالتالي المالكي كان معروف عليه أنه لديه ملفات على كل الأطراف السياسية، وبالتالي آبان حكومة المالك الأولى والثانية كان لميليشيات بدر نشاطا إجراميا في العراق، وبالتالي كل هذه الملفات جعل من هادي العامري يسحب نفسه ويسحب المرشح الآخر لميليشيات بدر وهو قاسم الأعرجي. هذه الصفعات حقيقة التي وجهت لهادي العامري هو بالتالي أكيد أصبح يكن الكراهية لنور المالكي، وأصبح الجميع يعلم بما فيهم جزء من الإطار التنسيقي أن المشكلة المعضلة الحقيقية هو بنور المالكي. وزادت الطين بلة عندما خرجت التسريبات وهي اعترافات حقيقية للمالكي على ماذا يريد أن يصنع عند توليه أو السيطرة على رئاسة مجلس الوزراء، سواء هو بنفسه عندما رشع نفسه أو بدفع أحد أتباعه الذين لن يخرجوا عن دائرة قراره ليكون هو الخلفي أو الشخص الذي يكون في الظل رئيسا للوزراء بشكل حقيقي. ولذلك هنا تأتي مقاربات وهادي العامري، فهو يريد الإطاحة بالمالكي، ومن جهة أخرى لا يستطيع الإفصاح لأن هناك ملفات ربما ستخرج عليه. ولذلك الصدر يسعى بكل أطر لكسب أعداد وتقليل الزخم المحيط بالمالكي ليستبد فيه، لأن القضية وصلت إلى قضية صفرية بين الأطراف، وبالتالي المالكي إن استلم السلطة فإنه سيسعى إلى إزالة مقتدى الصدر وتياره، وبالتالي سيطاردهم. وبالتالي إذا كان الصدر فيما مضى في الولاية الأولى للمالكي مهجرا رغما عن أنفه إلى إيران 4 سنوات بملاحقة من نور المالكي بأطر قانونية وإن كانت موجودة في مؤسسات العملية السياسية، أنه سيذهب باتجاه اغتياله، وبالتالي التسريبات أكدت على أن المالكي يسعى من ذلك من خلال إقناع الميليشيات المحيطة به ومنها ألوية البقيع التي ظهرت على الساحة بأن مقتدى الصدر عميل الكيان الصهيوني، وهذا بحد ذاته هو مؤشر على تبرير اغتيال الصدر في قادم الأيام. لذلك الحقيقة هنا تأتي أن الصدر يريد تفكيك الإطار، وهادي لا يريد، أيضا يريد الانتقام من المالكي، لذلك هم شركاء متشاكسون. والواقع حقيقة يشير إلى أن التأزم مستمر بهذه القضية، فضلا على أن مقتدى سيندفع أكثر بعد بيان الخارجية الإيرانية الذي صدر دون الوقوف مع المالكي، باعتبار أن هناك الأمور قد اتسعت كثيرا. وبالتالي أيضا هادي العامري يريد أن يلتحق ربما كما أشار ضيفك الكريم إلى مستقبل جديد إذا ما كانت هناك تغيير بأسس نظم العملية السياسية. نعم، إذن مشاهدينا وقبل أن نواصل تغطيتنا لنتابع معا تقرير الإنفوغراف الذي نرصد فيه تسلسل الأحداث الأخيرة. We'll be right back.
إذن أهلا بكم مجددا مشاهدينا في تغطيتنا المستمرة والمتواصلة. أتوجه بسؤال هنا إلى الأستاذ نوري حمدان، يعني حتى الآن على الأقل يبدو أن التيار الصدري يتحرك وفق خطوات سياسية مدروسة كما يرى مراقبون، هل هذا الكلام دقيق برأيك؟ نعم، شوف حقيقة يعني منذ اليوم أو من اللحظة الأولى للتظاهرات التيار الصدري وحتى من الجمعة الموحدة التي أقامها في شارع الفلاح مدينة الثورة، هي هو تعكس تخطيط. يعني التيار الصدري لحد اليوم لم يقرر أو لم يتجاوز مراحل بشكل عفوي أو غير مدروس، يبدو أنه لديهم الخطة والتخطيط لتماشي مع الظروف، حتى كذلك من خلال تصريحاتهم تعكس إلى أنه هم مستعدين للمتغيرات أيضا، مو فقط يعني خطة واضحينها وممكن يتعاملون مع المتغيرات. خطة ألف وخطة باء. بالضبط، يعني تصرفاتهم تعكس بأنه هم جاي يتصرفون باستعداد لأي متغير، لأي ظرف كان ولأي احتمال كان، والتطورات هي تعكس إصرارهم حقيقة على تمزيق الإطار التنسيقي وإصرارهم على التمكن من السلطة. نعم أستاذ عبد القادر، كيف تتوقع رد فعل الإطار التنسيقي على هذا النهج الذي ينتهجه الصدر من إفراغ الإطار من قياداته؟ هل سيظل الإطار متماسكا أم سينجح الصدر لربما ويصل لتحقيق هدفه؟ المتتبع الدقيق لمجريات الخلافات الموجودة داخل الإطار التنسيقي من جهة، ومن جهة بعض مكونات الإطار التنسيقي تمتلك القدرة على مواجهة التيار الصدري، منهم عمار الحكيم الذي تورط بخطبة الجمعة الماضية وحشدت له أنصار بمبالغ مالية مع وجبة غداء، كشف حقيقة يعني انهياره الكامل وإغلاق مقراته من قبل التيار الصدري. هؤلاء حقيقة يعني لا يمكن أن يرتبطون بعملية الإلغاء الكلي من الساحة العراقية، هم يعلمون تماما حتى وإن لم يستطع مقتدى تمزيق الإطار فإن وجودهم لن يكون لديه أي معنى في الشارع العراقي والجنوبي، لأن التيار وموجود لديه قاعدة جماهيرية تستطيع إنهاء تواجدهم، وبالتالي لا يشفع لهم بقاء الإطار التنسيقي. من هذه حقيقة في أحد الأمور، فإن هؤلاء قسم منهم هم جاهزون لتمزيق الإطار لبقائهم على الساحة العراقية حتى وإن لم يكونوا جزءاً من نظام سياسي جديد أو من عملية مصالحة لترميم العملية السياسية الحالية. بكلا الحالتين هم جاهزون لتقديم إشارات إيجابية للصدر وتياره بأنهم هم ليسوا مع الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي هو العمود الفقري له المالكي، والميليشيات التي استطاع المالكي أن يسحبها من مقتدى الصدر كالخزعلي والنجباء وغيرهم، وهؤلاء حقيقة الذي دائما يصفهم الميليشيات الوقحة، هؤلاء حقيقة سيدافعون لأنهم في قلب العاصفة، وبالتالي يريدون الصمود لأن العجلة باتجاه إنهائهم بالكامل، ولا سيما المالكي. وأتوقع في قادم الأيام إذا ما استمرت التظاهرات في تصاعده وبقاء المالكي في المنطقة الخضراء، أتوقع أن الجماهير الشعبية ستوجه باتجاه الذهاب إلى بيت المالكي، وربما سنشهد عملية سحل المالكي داخل المنطقة الخضراء. وبالتالي هناك جماهير غاضبة تتكلم بهذه اللهجة منذ أمس واليوم، لكن يبدو أن هناك بعض التعليمات على البقاء على هذا الخيار وعدم تنفيذه، لأنه وجدنا بعض الأطراف هم يبحثون عن المنازل أو المكانات التي يمكن أن يتوفيها المالكي داخل المنطقة الخضراء. لذلك هؤلاء سيتوحشون باتجاه قمع الإطار التيار الصدري وسيقتلون، ولا سيما أنهم مارسوا عملية القتل منذ اليوم الأول، فأمن الحشد والميليشيات المرتبطة بالمالكي قتلت عددا من المتظاهرين في اليوم الأول للاقتحام وجرحت العشرات، وصل إلى 25 جريحا من التيار الصدري، هذه لن تمر مرور الكرام، بالتالي ستذهب باتجاه تصعيد آخر. لذلك ما يحاول الآن عليه التيار الصدري ومقتدى الصدر تمزيق الإطار وتجنيب بعض مكوناته للذهاب إلى عمق الإطار من أجل العمل على تصفيات محددة،
لذلك القضية تتجه في اتجاه التصعيد الفعلي لتمزيق الإطار التنسيقي. نعم أستاذ نوري، هل يمكن أن تذهب الأمور كما قال الأستاذ عبد القادر إلى سحل المالكي في المنطقة الخضراء؟ كل الاحتمالات مفتوحة حقيقة. يعني شوف المشكلة، يعني من خلال متابعتنا هذه الأيام وبالرغم من أنه التصريحات الرسمية على أنه هذه التظاهرات سلمية بالنسبة للتيار الصدري، ولكن استعدادات سرايا السلام جاهزة وقريبة من الحدث، قريبة من الموقع، منتشرين في مواقع يعني استراتيجية وفي خطة محددة، هم يبدو كذلك. وبنفس الوقت التسريبات التي تظهر في شكل فيديوهات يعني ما أعتقدها عفوية، يعني إلى اليوم لا ما أعتقد أي شيء دا يصدر أو دا يحدث عفوي في في في, في الأحداث التي تمر. يخرج يعني يرفعون صورة للمالكي وهو يشنق، يضعون تمثيل، مشهد تمثيلي بشخص يضعون على وجهه أنه شخص المالكي وأنه سوف يشنق. هذه كلها رسائل، لأنه نحن قادمون إلى بيت المالكي ومن ثم تنفيذ هذا القصاص به، سحل غير سحل، هذا كله راح هم ناوين عليه حقيقة. يعني وهذا لهذا استبق المالكي هذه الأحداث بأن ظهر مسلحا في أحداث الأربعاء الماضي. المالكي منذ اللحظة الأولى قبل أن يظهر مسلحا هو يشعر بالقلق، وهو يعلم جيدا أنه الهدف في تنسيق في تفتيت الإطار التنسيقي هو الهدف المالكي والعصائب. هذول الهدفين الرئيسيين عند التيار الصدري. إذا ما تم عزلهم وتحييدهم وإبعادهم عن العملية السياسية، يمكن للتيار الصدري أن يتفق مع جزء من الإطار التنسيقي اللي هو مقدمتهم بقيادة هادي العامري. هذا المشهد حقيقة اليوم أصبح واضح لأي متلقي أنه العملية السياسية اليوم انتهت. اليوم يعني اليوم هذا الدليل. أنا قلت بالبداية أنه الإطار التنسيقي فقد القدرة والإرادة السياسية، القدرة الحكومية والإرادة السياسية في إدارة البلد أو في وجوده أصلا للبلد. فمسألة وقت تفتيت هذا الإطار وحله والانقسام في قواه المتجمعة حقيقة حول هذا الملف. وما ننسى حقيقة أنه تجمعهم هو ليس تجمع عقائدي، هو تجمع مصالحي. فالتجمع المصالحي يتقاطع عندما ينتهي عندما تتقاطع المصالح. وتجمعهم أيضا هو مشبوه بملفات كما تحدث ضيفك الكريم، أنه المالكي معروف بجمع ملفات ضد خصومة أو ضد حتى حلفائه لاستخدامه بأوراق لإخضاعهم إلى إراداته أو لقرارات التي هو يريدها. اليوم أصبحت العملية السياسية منتهية، كنا نتحدث عن انسداد، عن تحجر، عن موت العملية. الآن انتهت العملية السياسية، هي في مرحلة التشريح والتقسيم، ولا بد من نهائها بشكل كامل. وهذا حقيقة ما يعتمد على التيار الصدري فقط، يعتمد يفترض أنه على الإرادة الشعبية، يفترض أن يكون للشعب العراقي الدور الكبير في فرض إرادته على كل الأطراف المتصارعة، وأن يقول قوله وأن يخرج بحقيقة عن الحياد السلبي الذي هو متمسك به من إجراء انتخابات أكتوبر الماضي لحد اليوم. ولابد من هنا من الإشارة لأنه حتى التشرينيين الذين اشتركوا في هذه الملحمة البطولية في ثورة تشرين هم اليوم أيضا منقسمين، أجزاء من عندهم من دخلوا في تدري العملية السياسية وإجراء الانتخابات، هم لديهم أيضا في داخلهم انقسامات، منهم من يسعى للتهدئة والحوار، ومنهم من يسعى إلى إنهاء العملية السياسية بكاملها. ولكن هنا النقطة الأساسية ما زالت عند التشرينيين الذين لم يدخلوا العملية السياسية، لم يشتركوا بالانتخابات، ولم يشتركوا حتى اللحظة في الانتخاب في المظاهرات مع التيار الصدري، بالرغم من دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى مشاركتهم وكذلك مشاركة جميع العراقيين. ولكن هم يؤكدوا بأنهم تقلب
القرار السياسي عند التيار الصدري باستمرار لا يمنحهم الثقة المطلقة للمشاركة وتقديم التضحيات من جديد مع التيار الصدري، لأنه في نهاية المطاف يكون القرار صدري ولا يكون القرار عراقي شعبي تشريني. نعم أستاذ عبد القادر، يعني الصدر من ناحيته وردا على دعوة العامري بالدخول في حوار وفض الاعتصام تساءل عن إمكانية ضمان العامري لتعهداته بالإصلاح، برأيك هل يملك العامري فعلا ضمانات لتنفيذ إصلاحات ومحاسبة الفاسدين؟ هو العامري لم يضمن نفسه من خلال تحالفه مع المالكي بعدم استهدافه، فكيف يمكن له أن يضمن للآخرين؟ هذه حقيقة دعوات العامري هي دعوات للالتفاف ليس إلا ولحتى لا يفقدون مجمل ما مكتسباتهم داخل العملية السياسية من سيطرة على وزارة الداخلية على تحديد الخصوص. لذلك حقيقة هذه الدعوات ويراد من خلالها فقط يعني ذر الرماد في العيون ولا قيمة لها، يعلم التيار الصدري وخلعه وحتى الشعب العراقي وحتى العامري نفسه يعلم أنه لا يمتلك أي من أي أدوات ضمان الإصلاح، لم يستطيعوا أنه يرضوا بتشكيل حكومة أغلبية انتخابية ويذهبون للمعارضة لمدة 4 سنوات، فكيف له أن يتم إصلاح جوهر مهم من تعديلات حقيقية للدستور؟ والعامري لم يعمل على تهدئة عدم انسحاب نواب التيار الصدري، فكيف له الآن يكون حريصا على ضمان هكذا؟ وبالتالي كانت المحكمة الاتحادية جزء من عملية فشل منظومة الإصلاح التي أيضا كانت جزءا من المشكلة من خلال تفسيرات منحازة سياسية لا وجود لها بأصل القانون، ولا يمكن لصلاحياتها أن تذهب باتجاه تحديد تفسيرات ملزمة لصالح الإطار التنسيقي والمالكي تحديدا. لذلك لا قيمة لهذه الدعوات، وبالتالي أيضا التيار الصدري يعلم تماما الذي بثقله لم يستطيع تمرير حكومة الأغلبية الانتخابية بسبب وقوف العامري مع المالكي والإطار التنسيقي وأثر مشروعه. لذلك هذه حقيقة لن تغيب عن ذاكرتهم ولن تنطري عليه دعوات العامري الذي هي حقيقة أكاذيب مكشوفة ومفضوحة لكنها مغازلات سياسية ليس إلا، ولا يمتلك أصلا ما يستطيع ملأ ورقة من بيان سياسي، لأنه حقيقة لا يستطيع أن يكون فاعلا سياسيا بهذه الأحداث، إما أن يذهب إلى إطار التنسيقي أو يذهب إلى الصدر، وهو رأى أنه لديه مكتسبات مالية فمسك أو يريد مسك العصا من النص، وهذا أعتقد أن الأحداث لن يستطيع الصمود بهكذا خيار. نعم، إذن في ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة في هذه الساعات التي خصصناها لمتابعة تطورات المشهد في العراق بعد دعوة الإطار التنسيقي أنصاره للتظاهر مقابل مواصلة أنصار التيار الصدري، في ختام هذه التغطية لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي العراقي نوري حمدان، شكرا جزيلا لك، كما أشكر عبر سكايب ضيفنا الذي كان معنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل، وأشكركم مشاهدي على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.